لجنة التحكيم الحاضرين منهم والغائبين أيضا، شكرا لكم. أسماء هوري مخرجة مسرحية، كي يعني لي الكثير، فهو يمكن يحفزني أنني نشتغل أكثر ونستمر في المشروع الفني ديالي ونطرق المواضيع أكثر حدة وأكثر جدية بخصوص قضايا المرأة أو قضايا الإنسان يعني بشكل عام. كاين بزاف ديال المسرحيات لأنني قدمت بمجموعة من المسرحيات، لأنه مشروع فني، لأنني نبغى يعني عن طريق أعمال اللي كتقوم بها فرقة أنفاس. كاينة مسرحية الدهان اللي هي طرقنا فيها المرأة وعلاقتها بالمرض النفسي، المرأة والاغتصاب، المرأة يعني المشكل اللي تقدر تطرق فيه علاقتها مطالبتها بالقوانين يعني التعديل في القوانين والمساواة والإنصاف في المطالب ديالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. مثلا في مسرح مسرحية دموع بالكحول اللي الكاتب ديالو هو الكاتب ديال هذه المسرحية هو عصام اليوسفي. كاين مسرحية خريف اللي كتطرق لمرض السرطان وعلاقة المرأة، يعني هذه المسرحية عندها طابع خاص جدا لأنه كتطرق لعلاقة المرأة بالجسد ديالها وكيف ينظر إلى المرأة عندما يتغير الجسد ديالها. يعني كاين مواضيع عدة ودائما كنطرقوا لقضايا المرأة بشكل أو بآخر في هذه المسرحيات.